السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا مناح وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. بالنسبه لهذا الفيديو فراح اتكلم بالعاميه، ما راح اتكلم باللغه ما راح اتكلم بالدارجه المغربيه لانه مشان الكل يفهمني، لانه راح اتكلم عن كتب. المهم بالنسبه للكتب اللي راح اتكلم عنها فهي كتابين، او بالاحرى كتاب وروايه. فيا لساتني كان بدي اعمل 3 كتب بس ما كان في وقت، سوري، فما كان في وقت لهيك. كان بدي كمان احكي عن كتاب متمرد بس لساتني ما مخلصته. فيا لهيك راح اتكلم عن هذول الكتابين. الاول راح اتكلم عن روايه أنا كارينينا، فهي رواية كتير حلوة، وفي كمان فيها فيلم بس أنا ما شفت الفيلم للأسف، لأنه بصراحة هي رواية حلوة بس أنا ما حبيتها. هي رواية رومانسية بس أنا ما بحب روايات رومانسية. أنا ما كنت بعرف إنه هي رواية رومانسية لما اشتريتها، إنه ما بحس، أنه بس شفت أنا كارينينا ولما بحث شوي قالوا عم تتحدث عن فتاة، فأنا ما كان عن امرأة، فأنا ما كان بدي إنه أحرق علي الموضوع، لهيك اشتريتها لأنه ظنن مني إنه هالمرأة رح تكون يعني شيء بالمجتمع أو هيك، بس لا ما كان هيك تماما. هي كانت مرأة مختلفة، كانت مرأة قوية بس كانت بالأخير مجرد خائنة بالنسبة لي يعني هيك. ما رح أتحدث عن النهاية، وبالنسبة للبداية فكانت كتير حلوة. بالنسبة فبدأنا الموضوع من يعني غير مباشرة، يعني من أخو البطلة أو أخو أنا كارينينا، وبعدين إجت أنا كارينينا فبدأ الموضوع والتقوا البطل والبطلة. فيا هيك الرواية كتير حلوة، يعني اللهجة، اللغة، او يعني اللغة او السرد الرواية كان كثير 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 حلو. فيا رواية كثير حلوة، بنصح للناس يلي بدهم يقروا روايات رومانسية او يبتدؤوا في عالم الروايات يعني او في الروايات او في الكتب الكلاسيكية. فالكتب الكلاسيكية صعبة وصعب يعني تفهم المعاني تبع الكلمات تبعها، فهي الرواية الكلاسيكية مبسطة. فاللي بده يبدأ بالرواية الكلاسيكية أنصحه بأنا كارينينا. هنا نتكلم عن يعني كثير كثير حبيت هالكتاب. هالكتاب غير حياتي فعلا، يعني ما رح أكذب، يعني بشهر غيرني، غير شخصيتي كلها، غير أسلوبي، غير تفكيري، غير سلبيتي وطاقتي من طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية، إلى طاقة نشيطة، إلى طاقة متفائلة. يساعدني أنه حارب أشياء كتير كانت بحياتي، فيسهل علي أمور كتير 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 كنت بظن أنه شيء صعب. واو. الرواية أسفة، الكتاب هو مميز بالأصفر، فمميز بالأصفر شو رح أقول عنه، ما بعرف شو، بس يعني شيء كتير كتير حلو. كلمات وعبارات ملهمة بالحياة من أشخاص، من فاعلين في المجتمع أو من علماء، يعني من أناس عظيمين مروا بالتاريخ قالوا هالكلام، وناس كذلك مجهولين. فيا كلمات بتغير حياتك، كلمات بتغير مسارك، كلمات يعني إذا أخذتها، إذا فهمتها كتير منيح وحطيتها بالمكان المناسب لها بالنسبة لحياتك، فأكيد أكيد رح تساعدك. فهي عبارة عن عبارات مهمة جدا بالحياة. لذلك أتمنى فعلا أن تشتروا أول كتاب إذا كنتوا يعني بدكم تقرأوا كأول مرة، فأنصحكم بمميز بالأسفل أنه ما رح تملوا منه. هو عبارة عن عبارات، يعني كلمات أو جمل ملهمة بالحياة من أشخاص عظماء مروا بالتاريخ، وكذلك عبارة عن قصص قصيرة رائعة، قصص تعلمك أشياء، قصص تظنها أنها بسيطة لكن في الحقيقة إنها شيء كبير إذا
وضعتها بالمكان المناسب في حياتك، في إذا وضعت لها تأطيرا للمشكلة التي بحياتك، يعني المشكلة التي بحياتك فهمت المعنى من أو العبرة من القصة القصيرة، فبالتأكيد ستساعدك في حياتك لأنك ستكون واجهتها قبلا أو ستواجهها مستقبلا، أو حتى أنك في خضم مواجهتها الآن في الحاضر وأنت تقرأها هذا الكتاب. فأنا مرت معي هذه القصة فعلا، كنت أواجه مشكلة وأنا أقرأ هذا الكتاب، فوصلت إلى قصة هنا سأقول أنها قصة الكريسماس، ما بدي يعني أحرق عليكم، هي قصة عيد الميلاد فما بدي أحرق عليكم، فهي قصة عيد الميلاد يلي هون يعني الكريسماس، وساعدتني كتير، ساعدتني وعرفت أنه في الشدائد يعني في المحن في ناس طيبين، وفعلا كنت أنا غض البصر عنهم بالحياة الواقعية، بس لما اعترفت أنه أنا محتاجة مساعدة، يعني محتاجة فعلا مساعدة، وأشلت يعني هيك شفتهم عم يطلعوا فيني، شفت أنه في ناس بيساعدوني، مش ما في حدا بالعالم، في ناس بدهم يساعدوني، وأنا كنت رافضة هالشي، بس بعدين تقبلت الموضوع برحبة صدر لأنهم كمان يوم من الأيام رح ساعدهم أو هيك يعني. فيا ما رح أقدر أن أفهمكم الكلام منيح، بس أتمنى أنكم تفهموا من كل قلبي، لأنه هالكتاب فعلا رح أقول يمكن أفضل كتاب، هو مش أفضل كتاب بالعالم، بس للناس يلي بيحتاجوه رح يكون أفضل كتاب بوقته يعني. ففعلا في أشياء كتير عم نتحدث عن الإحسان، عن الأبوة، عن الزواج، عن الحب، عن العطف، عن كل شيء بالمجتمع، كل شيء جميل بالمجتمع إحنا غاضين البصر عنه. الكأس النصف مملوء والنصف فارغ، ليش إحنا بنشوف بس النصف الفارغ، وليش ناس أخرى بتشوف بس النصف المملوء وبتكتفي فيه، يعني هيك أشياء. فبتمنى أني ساعدكم كتير، لأنه أنا كتير 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 حاليا متفائلة أنه بدي ياكن، يعني فرحانة أنه عم تحدث عن هالكتاب، لأنه قديش إيجابية فيه، قديش نشاط وقوة، قوة الكلمات وقوة العبارات وقوة الكلمة، قوة الكلمة وقوة الكتاب تكمن في قوة الكلمات اللي فيه. قديش لما رح تنهي هالكتاب رح تعرف قيم نفسك بين قبل ما تقرأ الكتاب وبعدين ما تقرأ الكتاب، كيف شخصيتك تغيرت للأفضل، للأحسن، للإيجابية، للتفاؤل، للنشاط، للفرحة، للسعادة رغم المشاكل يلي بحياتك. فيا أنا حالياً عمر مشاكل، عمر بضغطة من دراسة، مصاريف، عمل، أشياء كتير بحياتي. هتقولوا لي إذا عرفتوا شو المشاكل كيف بتبتسمي هيك يا خولة، بس بعدين لما رح تقرأوا هالكتاب رح تبتسموا، رح تبكوا، رح تفرحوا مع هالكتاب لوحده، رح تتفائلوا، رح تقولوا، رح نمسح الدمعة ورح نضل نبتسم ونضل نقاوم ونضل نطلع للسما إن شاء الله. فيا وننجح. لهيك هدول هن الكتابين. هالكتاب صراحة من رواية يعني رائعة جدا، متفائلة، مش متفائلة يعني، رواية حزينة نوعا ما، فهي رواية حب، ولكن الحب على سبيل الخيانة، على سبيل التضحية، فهذا الحب مؤلم جدا. هذا الحب إذا لم تقتله فسيسممك، لذلك كانت رواية فعلا أعطتني معنى آخر للحب، أعطتني وجهة نظر أخرى عن الحب. رغم ذلك إلا أنني لا أبرئ ما فعلته البطلة والبطل لبعضهما البعض لحبهما وما ضحيا من أجله من سعادة كانت لو التفتا إليها فعلا كل واحد في طريقه كان سيجدانها، لكنهما
كان مفرطان في ذلك الحب. علمتني هذه الرواية ألا أفرط في الحب، ألا أضحي كثيرا من أجل الحب، أضحي بأهلي، أضحي بأشياء غالية ستجعلني أندم أو ستجعلني شيئا آخر أندم عليه. علمتني أن لا أضحي كثيرا، أضحي ولكن لا أضحي كثيرا، وأن الحب يأتي في بعض الأحيان في الشخص الخطأ، وفي بعض الأحيان يجب أن نكتم، ويجب أن لا نحب من أحببنا، أو يجب أن نمنع حبنا لكي لا نضحي بأشياء أو بأناس أبرياء. فهي رح تفهموا هالشي. ما بدي يعني صراحة ما بدي أقول الموضوع، بس ما رح تفهموني كتير شو اللي فهمته أنا من الرواية، فما بعرف. المهم أن كارينينا ضحت بحب ابنها زوجها مشان أنها حبت حب مفعم بالشباب يلي يمكن ما عاشته، حب تاني، حب محرم، حب جعلها تخون زوجها ابنها مجتمعها. فأنا ما حبيت هذاك الحب. لو كان في حب مثل هيك فأنا ما بدي اياه فعلا. فما بعرف ليش جعل أنا كارينينا تعمل هيك، بس مثل ما نقوله لما رح تحب فما رح تحس بشو اللي عم تعمله، بشو اللي عم تضحي بيه من حياتك الجميلة مشان الحب. فهي أتمنى أنه يعجبكم، بس كرواية فهي رواية فخمة، رواية رائعة من عمالقة الراوي أو الكاتب هو من عمالقة الروائيين في هذيك الحقبة يعني في روسيا. من أشهر أعماله هو أن كارينينا والحرب والسلام. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا تضغطوا على زر لايك سبسكرايب، وكمان ديزلايك إذا ما أعجبكم الفيديو، بس مشان التفاعل وتعليق عن أي رواية تريدونني أن أقرأها. و إذا عجبكم استطلاعي عن الرواية، هل أفعل مثل هذه الأشياء مرة أخرى أم لا؟ أنا أعلم الآن أن أتكلم باللغة العربية، وكنت قبل أتكلم باللهجة العامية، وفي الفيديوهات السابقة أتكلم باللهجة المغربية، فأنا الآن لقد اختلط علي الموضوع فعلا، ولكنني لا أستطيع أن أحبس أنفاسي وكلامي، لذلك سأتكلم باللغة العربية أخيرا في هذا المقطع الأخير. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. إن شاء الله إذا عجبكم لا تنسوا تضغط على زر سبسكرايب واللايك مرة أخرى، وهذا كل شيء. إلى اللقاء. لا تنسوا قولوا لي أي رواية أخرى تريدونني أن أقرأها وأعمل عليها ريفيو أو استطلاع. باي.